السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروف صوت، فيديو جديد من فيديوهات القناة. النهاردة معانا إن شاء الله استكمال لدورة طرق وخواص لتحسين أداء ويندوز 7. بعتذر بس عشان ما كملتش الدورة، عشان والله كنت ناسي خالص الدورة دي، لأن كنت منشغل برضه في حاجات تانية كتير. هنخش في درس على طول إن شاء الله. النهاردة معانا طريقتين. أول طريقة معانا هي إن إحنا هننضف الكرسي الصلب السي من نقط الاستعادة القديمة. تيجي هنا عنده كليك يمين عليه، وبعد كده بروبرتس كده ديسك كلين اب. هنا بقى يعمل لك شوية عمليات كده، حساب للمساحة بتاعت الكورس و بالملفات اللي انت مش محتاجها من الكورس. طبعا هو معلم لك على الحاجات اللي انت مش محتاجها دي، دي ديفولت. انا انصحك ان انت تعمل على ريسايكل بين هنا برضو اشارة كده، دي التوتال بتاع المساحة اللي هيمسحها. برضو هتبقى ممكن، انا مثلا بعمل بين فترة وفترة كده كلين اب للديسك، فهو جايب لي هنا مساحة صغيرة عفوا يا جماعة، لكن انت لو اول مرة هيجيب لك مساحة كبيرة. طبعا هتدوس هنا اوكي، لا مش اوكي تقريبا، كلين اب سيستم فايل، معلش. بعد كده هو بيعمل لك كالكوليتر. هنوقف بس الفيديو يا جماعه لغايه ما يخلص. خلص اهو يا جماعه، بعد كده هتدوس اوكي ديليت فايلز. دلوقتي بيمسح كل الملفات اللي حددناها له. هندوس اوكي. دي كانت اول طريقه معانا يا جماعه. لازم بعد الطرق اللي احنا قلناها دي والطرق اللي في الفيديوهات قبل كده، لازم بعديها على طول تراستر الكمبيوتر بتاعك، ان هو بيبقى جلس فيه شويه عمليات ولسه فيه ملفات كتيره جدا ما اتمسحتش، هو بيمسحها بعد الرسترة. دي اول طريقه معانا. الطريقه التانية طريقه معانا هي ان احنا هنروح للويندوز. نخش على كرسي السي، بعد كده نخش ويندوز، بعد كده ندور على ملف اسمه بيريفيتش، او زي ما انتم شايفين يا جماعه الملف ده بيريفيتش. هندوس عليه. بريفيتش ده بيتحفظ فيه كل يعني الحاجات او الملفات اللي انت دخلت عليها، يعني زي مثلا ايه، انا دخلت مثلا على لعبه جات سان اندريس من شويه، فهي محفوظه هنا ان انا دخلت على، يعني مجرد سجل كده للويندوز. هتيجي تحدده كده كلها، بعد كده تدوس شيفت ديليت عشان تتمسح نهائي. يس. كده خلصنا خلاص، ادي السجل اتمسح بتاع الكمبيوتر بتاعك. تعمل ريستارت الكمبيوتر. انا هعمل ريستارت بس مش هعمل ريستارت دلوقتي عشان الفيديو ما يروحش. انتهى درسنا النهارده يا جماعه، وارجو اعمل لك الفيديو لو كان يستاهل سبسكرايب في القناه عشان يوصل لك كل جديد. يا ريت تفعل زر الجرس عشان توصل لك اشعارات لو نزلنا فيديوهات كمان. ان شاء الله هنكمل الدوره بفيديوهات احسن وطرق افضل باذن الله. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.